إذا نبدأ الشرح على بركة الله. هذه هي واجهة البنك أدوكاش كبداية. بعد ذلك للتسجيل ما عليك إلا الضغط على لوجن هنا، هذا طبعا للدخول إلى حسابك، ثم الضغط على ريجستري. طريقة التسجيل للمعلومة فهي سهلة جدا جدا، يعني طريقة روتينية. الاسم هنا تدخل الاسم الأول ثم الاسم الثاني ثم الإيميل ثم الباسورد أو الرقم السري. بعد ذلك تقوم بجر هذه الأيقونة إلى هنا، بعد ذلك تضغط على الريجستري، وها أنت تسجلت في الأدوكاش بطريقة سريعة جدا. بعد ذلك نمر إلى أدوكاش من الداخل ونتعرف على كيفية تفعيل هذا البنك، ثم ما هي مميزات البنك. سأدخل على إلى إحدى حسابات في الأدوكاش الغير مفعلة، ثم بعد ذلك ننتقل إلى حساب مفعل. على بركة الله، ننتظر قليلا إلى غاية أن يدخل إلى الحساب. كما تلاحظ فهذا الحساب غير مفعل، رغم أنك تشاهد أنني بتغير، فإن هي باسم أحد إخوتي غير مفعل، وما ذلك فيه تعاملات فقط الخمسمائة دولار، يعني رغم أن البنك غير مفعل. طريقة تفعيل هذا البنك، أول شيء نتكلم على طريقة تفعيل، نأتي إلى هنا نضغط على Not Verified، بعد ذلك نضغط هنا. ثم ننتقل الى مكان التفعيل، نضغط على هذه الايقونه، ثم بعد ذلك في يعني التفعيل الاول او المرحله الاولى في التفعيل. رغم انهم يكتبون هنا الباسبور، الا انه يمكنك ارسال فقط بطاقه الهويه او بطاقه التعريف الوطنيه لدى الدول العربيه او حتى الدول الاجنبيه، ثم تضغط هنا لتحميل نسخه البطاقه الوطنيه الخاصه بك من الجهه الاولى، ثم تضغط مره اخرى لتنزيل النسخه الثانيه. ثم بعد ذلك نأتي إلى الأدرس، وهو البروف الأدرس كما اقترحنا في حلقة البيزا سابقا، يعني فقط تضغط هنا ثم تقوم بتحميل ورقة إثبات العنوان. نعيد ماذا نعني بورقة إثبات العنوان؟ لابد أولا أن تكون باسمك، إما ورقة كهرباء أو ورقة ماء أو ورقة غاز بالنسبة للإخوة الجزائريين أو الإخوة الفلسطينيين، أو أسهل طريقة وهو كشف الحساب البنكي يكون باسمك، تأخذه من البنك الخاص بك في بلدك. ثم طبيعة الحال الهاتف نضغط إلى هنا، ثم بعد ذلك تكتب رقم الهاتف، تختار الدولة الموجود فيها رغم أنها يعني تختار هي أوتوماتيكيا، ثم تدخل رقم الهاتف ثم تضغط على فيريفي، يأتيك أربعة أرقام على ما أظن إلى الهاتف، تدخلها في مربع يكون هنا، وبهذه الطريقة يتم تفعيل الهاتف فوريا. لكن بالنسبة لتفعيل البنك نهائيا تنتظر ما بين يعني يومين إلى أسبوع تقريبا، إلى 10 أيام على أقصى تقدير، ثم يكون البنك مفعل بالنسبة إليك، وعوض عن فيريفيد تصبح فيريفيد. هذه الأيقونة هنا سنتحدث على طلب بطاقة ماستر كارد وليست فيزا، أقول ماستر كارد من الأدوكاش. أول شيء تختار يا إما عملة الأورو أو عملة الدولار، ثم تضغط على كونتيني. كما تلاحظ فهي مكتوب عليها 4.99 دولار، يعني تقريبا 5 دولار، وهذه بطاقة حقيقية ماستر كارد. كذلك يمكنك البنك من طلب فيزا عفوا ماستر كارد افتراضية بواحد دولار. للمعلومة فإن طلبت يعني الماستر كارد في حدود 5 أيام من فتحك لهذا البنك، فإنك تحصل عليها بهذا الثمن، وهذه النجمة تعتبر في حد ذاتها بيج، يعني إن تجاوزت 5 أيام على فتح حسابك فإنك تطلب بطاقة ماستر كارد ب15 دولار. لذا ينصح يعني لأنك لا تفتح حساب حتى اللحظة التي تريد أن تطلب فيها الماستر كارد من الأدوكاش. هذا من جهة هنا، يعني اقتطاعات البطاقة وما إلى ذلك يمكنك قراءتها بنفسك، يعني أشياء عادية جدا. نأتي الآن إلى كيفية يعني وضع الأموال في الأدوكاش وكيفية السحب وبعض المميزات. سأخرج من هذا الحساب. إذا دعنا لكم الشرح لكن بانتقالي إلى هذا الحساب المفعل وهو الذي يخصني. كما تلاحظ أنا إدريس بدغري فيريفيد بدأ إرسال الوثائق، طبعا وهذه بعض التعاملات مع ليس الأدوكاش فقط وإنما تعاملات مع هنا مثلا البيتكوين وهنا الويب موني، وهناك تعاملات أخرى يعني فقط ألف الدولارات.
البطاقة كذلك موجودة عندي، بطاقة الأدفكاش اللي تم طلبها ووصولها أيضا. ثم هناك مميزات في الأدفكاش، وهنا يمكنك إضافة عدة حافظات لعملات أخرى، مثلا كما تلاحظ أنا عندي الدولار واليورو ثم الروبل، ولكن يمكنك إضافة حافظات أخرى بمعلومات عملات عملات نعم عملات أخرى عملات أخرى. هذا فيما يخص التسجيل والتفعيل. الآن نتطرق إلى كيفية إضافة الأموال إلى الأدفكاش. هناك عدة طرق وليس طريقة واحدة. مثلا ندخل إلى هذا، في ندخل هنا، بعد ذلك ندخل مثلا هنا لإرسال الأموال من الأدفكاش إلى بطاقة الأدفكاش الماستر كارد الخاصة به. هنا لإرسال الأموال من الأدفكاش إلى فيزا التي تكون خاصة بك، تكون مربوطة، تكون يعني مربوطة مع الأدفكاش. ثم هنا وهنا لإرسال فقط الأموال من حساب إلى حساب فقط، يعني تدخل هنا المبلغ هنا يظهر لك المبلغ الموجود عندك بالدولار، تدخل هنا المبلغ الذي يتم إرساله، في هذه الخانة تكتب الإيميل المرسل إليه، بعد ذلك كونتيني ويتم الإرسال مباشرة إلى أدفكاش آخر. يعني بالذكر على أن الإرسال من أدفكاش إلى أدفكاش لا توجد أي اقتطاعات، أرسلت 100 دولار تصل 100 دولار، وهذا الأمر جميل جدا في الأدفكاش، يعني لا توجد اقتطاعات أبدا بين في الإرسال ما بين الحسابين. بعد ذلك ندخل إلى هذه الأيقونة الخضراء أو الحمراء أو الزرقاء أو الصفراء ونلاحظ يعني الطرق المتاحة لإضافة المال إلى الأدفكاش. ناتي إلى هنا كما تلاحظ، توجد الأوكيباي، يوجد الباكسيم، الويندكس موني البنك الروسي القوي، كذلك الباير البنك الروسي، ثم البيتكوين والويب موني والبي تي سي اي، ثم الإكسمو والإكوين. يعني كل من يتعامل بهذه الأبناك يمكنه إضافة الأموال من خلالها. كذلك لعشاق البيتكوين يمكنهم إضافة البيتكوين إلى الأدفكاش ثم تحويل المبلغ إلى الماستر كارد الخاصة بالبيتكوين لاستخراجه بماستر كارد الخاصة بالأدفكاش. سيقول البعض أن هناك محافظ تعطي الماستر كارد، فأنا أعطيك حل من بين الحلول، ولا أقول لك يعني استعمل الأدفكاش استعمل البيتكوين، هناك من ليس لديه أي حل يستعمل هذا الحل. لكون يعني واضحين في الشرح، لان هناك بعض التعليقات التي تكون في اسفل الفيديو تكون ما شاء الله يعني سلبيه 100%، وهناك يعني بعض الناس فاشلون في حياتهم الربحيه في الانترنت، او لا يؤمنون اصلا بالربح من الانترنت، او لديهم وسوسه او وسخ في الدماغ، يعني وشوشون و يعني افكار رديئه جدا ومستوى منحط جدا. لكن الحمد لله مثل هذه الافكار التي اجدها في التعليقات او اجدها في مثلا على الصفحه في الفيسبوك أو 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 لا تجدني إلا إصرارا الحمد لله والمضي قدما نحو الأمام. هذا ما يعجبني، لأن هناك النقد الذي يؤدي للمنتقد، المنتقد وليس المنتقد، يؤدي المنتقد إلى الفشل، ولكن هناك يعني من يؤدي به بطبيعة الحال إلى الإصرار والمتابعة للوصول إلى هدف. إذا كان لديك هدف، حتى ولو يعني ليس موضوعنا لهذا اليوم، إذا كان لديك هدف مرسوم ومنشود لابد أن تصل له، أما الحاسدين والحاقدين ويعني بزاف كثير من المسائل لا يسع الوقت للتحدث فيها، سنة إن شاء الله ستكون لنا حلقة خاصة بهذ المسيوسين والبلد اللي مرات في راسه بالدرجة ديالنا كما كنقول. لا عليك، يعني هذه مثلا سنأخذ البيتكوين كمثال لإضافة الأموال، ثم تضع هنا الأدرس بيتكوين الخاصة بك، ثم تضع المبلغ، ثم تضغط على النكس أسفل هنا كونتيني، ثم يعطيك الأدفكاش أدرس بيتكوين، تأخذها تنسخها وتقوم بإرسال المبلغ إلى تلك الحافظة، وتنتظر ما بين نصف ساعة إلى ساعة أو ساعتين على أقصى تقدير لوصول المال إلى الأدفكاش الخاص بك. أما بالنسبة لوضع المال بالبنوك الأخرى، فيكفي أنك يعني الطريقة التقليدية تكتب، يعني هناك لابد أحيانا من شرح بعض الأمور ببساطة. مثلا الباير تكتب هنا، ثم تضع الادرس الباير، ثم يعني العملة التي ستضيف الدولار او اليورو او اي عملة اخرى، ثم كونتيني يمررك مباشرة الى بنك الباير الخاص بك، تضع الايميل والرقم السري، ثم تقوم بالدفع، والدفع يكون فوري الا البيتكوين فهو يتأخر. هذه من بين الوسائل التي تقوم بالدفع بها. دعنا نتكلم عن كيفية استخراج المال من الأدفكاش. عفوا، احنا تكلمنا عن استخراج المال هنا وليس الدفع، لكن ديبوزيت فهو الديبوزيت هنا، وهي نفس طريقة طرق الدفع، هي نفس طرق الإيداع. يعني إذا أردت إضافة الأموال يعني نفس الطريقة، إلا هنا يعني في الديبوزيت تضغط على هذه الأيقونة هنا، وهما الوسائل التي يمكنك بها يعني وضع المال في البرفكت موني، من ضمنها طبعا البيتكوين والباير والأوكيباي والبرفكت موني والأبناك التي تشاهد أمامك.
هذه يعني مميزات. الجميل في يعني وضع المال من البيتكوين الاضعف كاش وهو 0%، يعني لا توجد عمولة على السحب ولا على الايداع في في البيتكوين عفوا. حتى البيرفكت موني اذا شات بيرفكت موني فالعمولة ضئيلة جدا 1.95، كذلك هنا 0%، انا 0%، اوكي باي 1%، هذا البنك 0%، 2%، 3%، 0.25.99 في الباير، يعني اعلى نسبة هي 3% لوضع المال، وهذا الامر جيد جدا. ماذا يبقى، ماذا يتبقى لنا في الشرح؟ هنا السيكوريتي سيتينج، يعني تدخل لتعرف يعني كيف تؤمن حسابك، كذلك فيه خاصية جميلة وهي خاصية الرفيرال، لا اظن ان فيها ارباح. هنا لا اعرف، ما لا شخصيا لا اعرف خاصية الرفيرال في البنك، يعني هل تأخذ من تحويلات، تقوم بكوب كوبي هذا الرابط وتضعه لاصدقائك يسجل من تحت، لاني انا لا اظن ليس فيه ارباح. ما نعم توجد 20%، يعني 20% من الارباح، لكن 20% 20% من المبلغ الذي الذي يربحه الاذكار في التحويلات، رغم ان يعني لا توجد فالسو محي ما كاين والو، هذا هو المهم. يعني هذا كل ما لدينا في الادفكاش، يعني كيف تكلمنا عن طريقة التسجيل، تكلمنا عن طريقة التفعيل، تكلمنا عن طريقة ايداع الاموال، تكلمنا عن طريقة الحصول على بطاقة كذلك سنعيد التكلم على طريقة الحصول على بطاقة كما تلاحظ، يورو او الدولار. انا عندي واحدة بالدولار لا يمكن طلبها، يعني لابد من اختيار الاورو ثم كونتيني لنكون متفقين، يعني لم اشرح كيفية الحصول عليها. مثلا نختار هذه البطاقة ثم اوردر بلاستيك كارد بهذه الطريقة، تمر مباشرة إلى هنا، تكتب طبعا البلد والمدينة ثم الأدرس الخاصة بك ثم الكود بوستال الخاص بك، ثم تختار طريقة الحصول على البطاقة، إما الإكسبرس وإما العادية، يعني ما بين 2 إلى 6 أسابيع أو هنا ما بين 7 إلى 10 أيام. كما تلاحظ أن المبلغ هنا 17.33، يعني إذا كنت أنت تسجلت قبل 5 أيام ستحصل عليها فقط ب5 دولار. هذا ثم تضغط سيكون طبيعة الحال تكون أضفت المال إلى الأدفكاج، يعني تتوفر المبلغ، ثم بمجرد الضغط هنا كونتيني يتم تنفيذ الطلب يعني وتظهر لك البطاقة هنا ويتم انتظارها إلى أن تصل.